بدأنا هذا البرنامج احنا عندنا عهد خدناه على نفسنا، هي وصلات المياه وتوصيل المياه والحياة الجميلة اللي بتتغير في البيت لما بيخش له مياه نظيفة. واستكمالا لمبادرتنا في وصلات المياه للقرى الأكثر احتياجا، قدرنا نوصل مياه لـ20 بيت في الفيوم بقرية التفتيش وطمية، وده بالتعاون مع الجمعية المحترمة جمعية بداية اللي بشكرهم على ان هم بيعملوا خير معانا. تعالوا نشوف فرحة الناس بوصول المياه في بيوتهم. ما كانش عندنا مية خالص، ما كانش كنا بنضطر ان احنا نروح نملى من البيوت، ما كانش فيهم مية. الحمد لله بفضلهم جات لنا المية لحد البيت. كنت بشيل على راسي وكنا بنتمرمط والله، ما كناش بنعرف حتى نغسل ولا نغسل هدوم، واللي نروح نملى من عنده يقول لك ده انتوا بتملوا، ده اعداد بيحسب، ده اعداد ما اعرفش. اه الحمد لله بقت حاجه ملكنا في بيتنا، الحمد لله نحمد ربنا والله. احنا كده الحمد لله ارتحنا، بنفتح الميه وبنغسل وبنشرب. كل اهل الخير ربنا يجعلهم في ميزان حسناتهم، اللي هم جابوا لنا الميه وتعبوا معانا لحد ما وصلوها البيت. احنا بنلاقي 10 نقل 5 نقل على القد دلوقتي الحمد لله، يعني دخلنا الميه وحلوين ومبسوطين والحمد لله، والعيال بيشربوا ويشطفوا. كنا بنقضي اليوم كله مال، الله يصلح حالهم في وجازهم خير. الحمد لله دلوقتي بنملى وبنشرب وبنغسل وبنعمل كل حاجه. احنا النهاردة في طمية في الفيوم بنكمل اللي احنا بدأناه. انا حابة اشكر طبعا برنامج واحد من الناس، لاني وتعاون مع جمعية بداية الاعمال الخيرية ان احنا نقدر نوصل المية للناس اللي حالتهم فعلا صعبة جدا، وربنا يقدرنا ان شاء الله يعني نقدر نغطي كل الاماكن اللي هنا ما وصلهاش مياه.